الأدوية منتهية الصلاحية هي مشكلة ضخمة جداً. هل ميديكس هيقدر فعلاً يحلها؟ قطاع الأدوية على مستوى العالم أكبر تحدي بيواجهه دلوقتي هي تراكم الأدوية الإكسبايرد أو منتهية الصلاحية، وخصوصاً بالتخلص الغير آمن منها اللي بقى منتشر في معظم دول العالم دلوقتي. عشان كده الحل الأول في ميديكس هو شبكة لتبادل الرواكد بتغطية جغرافية على أكبر عدد من محافظات مصر حالياً. ده بيؤدي بينا للنهاية إن احنا قللنا التلوث الكيميائي، وفرنا دواء آمن للمواطنين، قللنا الغش الدواء، ودعمنا الجهات الرقابية في أداء الجهود بتاعتها. الجزء الثاني من الشبكة بتاعتنا الهدف بتاعها هو لم الأدوية الانيوزد والإكسبايرد من البيوت، لأن كلها بتروح للقمامة أو الصرف الصحي. بس ده مش منتج أنت بتكسب منه. لا بكسب منه. الشبكة على الأرض دي بتعمل الخدمتين اللي هي الاستبدال وتعويض. حاليا تبادل الرواكد وتعويض الإكسبايرد الاثنين بيطلع لي منهم برسنتج، وعندي اوريدي الانيوال فيز اللي بتدفع من الصيدليات. أنا كصيدلية دلوقتي هاخد الراكد ده من القاهرة. تمام. ليه هاخده واخسر فيه 10%؟ وانا ممكن اخده وانا ما اخده من الشركه على طول اكسب فيه 20%. ده صحيح، بس حضرتك مش بتاخده بكاش، انا ما عنديش بيع، بتاخده بتبادل. يعني حضرتك دفعت ثمنه بعلبه عليها تراب مركونه على الرف عندك بقالها شهور ما اتباعتش، حضرتك دفعت فيها فلوس، فالعلبه دي لو فضلت موجوده عندك هتتراكم تبقى اكسبايرد. نسبه الربحيه عندك قد ايه؟ نسبه الربحيه عندنا بتبقى حوالي 35%. فده معناها ان انت خسران في الرواكد وخسران في الاكسبايرد، وفلوس الاشتراكات هي اللي بتشيل لك الخساره هنا وهي اللي بتخليك حاليا ربحان. ده صحيح لحد ما الاوبريشنز بتاعتنا تبقى ازيد. بس ستارت اب موديل يعني بيخسر شويه وبعدين لا 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 يعني انا فاهم، بس انا بالنسبه لي دي خساره كبيره لحد ما ابتدي ابقى اوريدي موجود كلايف ستايل للصيدلي بشكل يومي. دكتور احمد انا عايز اخش معاك في النقاش ده اكتر المره الجايه، فهدي حالك فرصه. اتشرف طبعا. شكرا لك. شكرا يا فندم. انت حاططني في حيره الصراحه. فكره ان انا بخسر خساره فادحه على الاثنين برودكتس وبحاول اعوضها من الاشتراكات اللي موجوده عندي، دي عكس مبادئي الاستثماريه. ولكن من الارقام والمجهود اللي حضرتك شرحته حابب اديك فرصه بحيث ان احنا نخش مع بعض في التفاصيل المره الجايه. اتشرف انت. انا شايفه انك بتحل مشكله كبيره جدا، ومبسوطه ان في حد في السوق بيعمل اللي انت بتعمله، وهدي لك فرصه.